والله الأجواء جميلة الصراحة يعني، وأنا أشكر دولة قطر على المونديال هذا الطيب، وأشكر المكان هذا جميل جدا، شاشات في كل مكان، أجواء حلوة، وما شاء الله مع الجو صاير يعني، يعني الجو جميل والأجواء وقاعدة وكافيهات، مكان جميل. هي أكيد، بس أقول لك أساس المونديال قطر، يعني هذا كله ليش؟ أساس المونديال قطر. والله أنا أتمنى أن هذا الشيء يستمر بعد المونديال، يعني أتمنى هذا الكونتينرات، يعني هذا أول كونتينر باك أعتقد أنه هنا بالكويت، أتمنى يعني شوف أول يمكن مكان ترفيهي يصير بالكويت من زمان بعد المدينة الترفيهية، وعلى طول يعني العالم من هي يوم مستانسة، فأعتقد أنه المفروض أنه يستمر هذا المكان. يعني الأجواء حلوة، الأجواء جميلة، المكان جميل، شاشات العرض هني، يعني الجو شتوي يعني حلو. ماذا عن المباراة؟ والله أنا شفت مباراة قطر أمس، للأمانة كنت أتمنى لهم التوفيق لكن ما حصل، إن شاء الله المباراة الجاية إن شاء الله اليوم، يعني 3-0 إنجلترا، ننطر باكر السعودية إن شاء الله، التوفيق لهم إن شاء الله، السعودية وتونس، عربيين سعودية. أوروبيين للجاتين إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله.